أنه تتابع الآن معكم تقرير، فخلوكم معنا. السادس من ديسمبر عام 1999 هو أحد الأيام ذات الشأن، والذي يمثل علامة فارقة وسيذكر دوما كبداية مرحلة جديدة ونوعية في ممارسة الشورى والعمل العام في إمارة الشارقة، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 3 لعام 1999 بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك ليكون عونا له وأن يكون مساعدا للجهات الحكومية خدمة للصالح العام بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يهم المجتمع، دعماً لمقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة. تتمحور رؤية المجلس الاستشاري وأهدافه حول دفع عجلة التطور والرخاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقاً لرؤية سلطان الشارقة في توفير الحياة الكريمة والرغيدة للمواطنين. ويتولى المجلس العديد من المهام والمسؤوليات، ومنها مراجعة القوانين المحالة إليه من المجلس التنفيذي، إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الحاكم مما له علاقة بالسياسة العامة وغيرها، وتقديم المقترحات المناسبة حول ذلك، مناقشة الأمور المتعلقة بالخدمات العامة الخاصة بالدوائر الحكومية المختلفة، ورفع التوصيات للحاكم، النظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وتنمية الموارد الطبيعية والبيئية والمحافظة عليها واقتراح سبل تطوير وتحسين الأداء فيها، طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير أو اقتراحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الجهات الحكومية لبحثها وإبداء الرأي حولها. وفي ظل الدعم الذي يحظى به المجلس الاستشاري من صاحب السمو حاكم الشارقة، فإنه يشهد نشاطاً كبيراً وتعاوناً وتنسيقاً مع مختلف الجهات الحكومية سواء المحلية أو الاتحادية العاملة في إمارة الشارقة. ولقد ساهم المجلس طيلة السنوات السابقة في دراسة كافة القوانين التي عرضت عليه، كما بادر الأعضاء باقتراح وتعديل ودراسة العديد من القوانين السارية.